ما نشانش يفعلوا سقونا. تمام، ما مانع بالسقونا يفعلون. نحن مضطرين، معنا عيال، معنا بناتين يشكروا كانوا نشقسين ونشن بيوتنا قريب. ما نشتيش ازعاج، معنا مراو، معنا حاكم. ما ميت ما سمعت يا ابني؟ احترمونا، فمن يحترمهم؟ تمام، نحن وصلنا لعندكم، ما تنفعلوا لبيت؟ لأنه ما يصلح جنب البيوت، ما يصلح جنب البيوت. يا ابني، ازعاج، معنا مراو، معنا بلد ما شفتوا كان شخرقين، ولا شفتوا كان اجزعين. كيف تشوفون توم؟ ما مانع من عن بتاتا. خرجنا عن نفعل مظاهرة عشان بس السوق ما نشتيش هنا جنبنا. عوادنا بالشارع، شوف حتى صور عند البيت حقي، فوق السوق اللي يفعلوني. ما اشتيش أي سوق هنا عند بيتي، معانا نسوان يطلعين منزلين مكالف. ما معانا صحاد احنا. لحالنا جالسين. شدوا لنا سوق جنبنا، ما يصلحش. هذا ما يصلحش عيال الناس. طالبنا ان احنا ما تدخلش السوق ده عندنا بالحاره عشان السكينه العامه حق السكان، ونحن في حاره يعني زي ما تشوف ضيقه والبيوت متقاربه وقريبه جدا، وانت عارف السوق بتوقع بعد السوق غاغه. وهذا طبعا نحن شيء رافضونه تماما، لانه فعلا يعني الحاره لحد الان يعني احنا بعد الحرب، ما حصل بعد الحرب، عانت الحاره كثير من يعني القناص والبيوت الخربانه. يعني عاد نحن بدأنا نستم نفسنا من نحشعر شويه بالامان. بيجوا لحين عندنا، لحين ما خربوناش الحوثيين من داخل الحاره، بيجوهم يقلقوا سكينه نحن لداخل الحاره. مش معقول طبعا. احنا تفاجئنا انه ناس جايين لهنا عاملين مسح للحاره وجالسين يخططوا، هنا بيعملوا مخازن، هنا بيعملوا سوق، وهنا بيعملوا مش عارف ايش، وهنا بيوقفوا. فتفاجئنا بالخبر. ايش في يا جماعه؟ قالوا بنعمل بسوق الخضار، بينتقل الى هنا. فحاولنا نتوافق معاهم، حاولنا نفهمهم انه ما يعني مش ما يصبرش المكان غير مناسب. قالوا معاهم اوامر من المحافظه، معاهم اوامر من البلديه، ومعاهم توجهنا للمحافظه، قدمنا شكوى بالمحافظه، لكن للاسف الشديد ما كانش معاهم يعني كان رياكشن او رده فعلهم ما هيش قويه. يعني قالوا تفاهموا مع الاهالي. ايش تتفاهموا مع الاهالي؟ اذا انت كنت كمسؤول مش قادر تبث بقرار انه هذه اقلاق للسكينه العامه وتهديد السكان بتواجد السوق، وهم عارفين بالمشاكل والبلاوي التي حصلت في الضبوعه والقتل التي حصل والاسر التي تهددت، لكنهم ما اخذوش العبره من هذا وقاموا بينقلوا هذه المشاكل لحارتنا. وهذا شيء مرفوض تماما، نرفضه. تواجد سوق او حتى يفكروا بدخول يعني عربيه واحده داخل الحاره، احنا رافضين تماما. حارتنا نشتيها تبقى زي ما هي امنه، نشتقها لنا يلعبوا براحتهم، ندخل نخرج براحتنا. وانت عارف ان هذه الحاره تربط اكثر، هذا الشارع يربط اكثر من حاره، عند حاره الجمهوريه الى القحمليه فوق. فكيف بتكون هذا؟ يعني انت بتقلل نص عدد السكان، وعدد سكاننا على فكره كبير جدا، لا يغرك البيوت متقاربه وفي من داخل، لو تصور بتشوف من داخل. فهذه رسالتنا للمحافظ والمحافظه، لا للسوق الجمله عند داخل الحاره. ونرجو انكم تهتموا بامن وسلامه اهل الحاره والحاره نفسها. اجينا هنا من شان السوق الذي يعملونه هنا. كيف يصلح سوق يا ابني وسط حاره؟ وسط حاره سوق يصلح وسط حاره؟ في بو نسوان، في بو جهال، في بو ناس طالعين نازلين، في بو كيف يصلح السوق هذا وسط الحاره هذه؟ لا لا شاق اني حاره قد وسيعه قد تقبل هذا كله ولا حاجه، حاره حويس ضيق. انت تشوف المكان هذا كيف يسع معه؟ هل يسع هذا هو يسع سوق؟ يسع سوق هذا؟ يعني عدل ايش فكر في بنا؟ ايش فكر في بنا؟ ليش يشتي يعمل السوق هنا وسط الحاره؟ ليش نعرف ندخل وليش نعرف نخرج؟ معانا نسوان، معانا جهال، ومعانا بيوت. ليش نعرف نفتح طاقه؟ ليش نعرف نقزع بطريق؟ ليش نقزع؟ ليش نامن على جهالنا يخرجوا؟ ليش نامن على انفسنا؟ كيف يكون هذا ابني؟ هل هذا يرضي الله، يرضي الشعب، يرضي الناس؟ هل هذا يرضي الحكومه حقنا؟ من يرضي هذا كله؟ خرجنا اهالي حاره القمط، سائله القمط، جميعنا نرفض رفضا باتا اقامه سوق في حارتنا، لانه حي سكني واهالي وبيوت متقاربه، ولا يمكن ان يكون سوق يعني سوق في حي سكني. والمفروض انه عقال الحاره يوقفوا مع الاهالي، مش عقال الحاره يوقفوا مع السوق. هذا يعني شيء مرفوض.